خبر موجع ومؤلم حقيقة. أظن أننا أغلقنا باب هذه المرحلة عن جيل من الكتاب الكبار. والله ما بقدر أحكي بهيك موقع. الخسارة كبيرة كتير. نحن كلنا بنتعزى فيه. توفى وما حقق جزء من أحلامه اللي هو أنه يرجع. صار يدهور بحالس بشكل سريع جدا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. أنا أقول أن أثره السوري يساوي أثره الفلسطيني، لأنه تبنى حالة المجتمع السوري إلى أقصى الحدود، وكتب أجمل النصوص عن السوريين، كتب عن كل السوريين، عن المهمشين، عن العشوائيين، عن الطبقة الوسطى، عن الطبقة المثقفة، عن مشاكل المجتمع السوري من قعر الشارع إلى أعلى مستويات المجتمع السوري. حالة حسن يوسف لا يمكن أن نختصرها بكلمات. برحيل حسن سامي يوسف أظن أننا أغلقنا باب هذه المرحلة عن جيل من الكتاب الكبار الذين كان لهم الفضل بأن تألقت الدراما السورية في يوم من الأيام. رحمة الله عليه. ما بقدر أحكي. والله ما بقدر أحكي بهيك موقع. هيك موقف ما فيني. رحمة الله عليه، يعني صديق عمر الطيب. هيك خبر للكاتب النبيل، أنا هيك سميته، الأستاذ حسن سامي يوسف. خبر موجع ومؤلم حقيقة، هو خسارة مو بس للدراما السورية، خسارة للدراما العربية كاملة. إنسان حقيقي وكان هيك فهمان الحياة بطريقة مختلفة، وكاتب عظيم قدم لنا أفكار، يعني بتخيل أعماله بتحكي عنه قد ما حكى الواحد عنه ما بيوافي حقه. نحن كلنا بنتعزى فيه. أنا شخصيا له مكانة كبيرة وخاصة كتير جوا بقلبي، لأنه بيعتبر الندم هو نقطة انعطاف مهمة، إذا ما كانت نقطة الانعطاف الأهم بكل شيء عملته. وهذا النص له خصوصية لأنه يمكن بيحكي عن معاناتنا البشعة اللي مرقنا فيها كلنا نحن كسوريين، وقديش أثر فينا كمشاهدين. كنت عم أقول للأستاذ ليسن شوي، محظوظ الممثل اللي بينحظ أو بيكون موجود بعمل مو فكرة أنه ينجح فقط، بقدر أنه هو يأثر بشعب بكامله. أنا مدين حقيقة بالشكر والامتنان للأستاذ حسن سامي يوسف، الله يرحم روحه ويجعل مثواه الجنة، لأني كنت جزء من هذا العمل، بالأخص أنه هو كان كاتب عروة عن حاله. فبلحظة شفت ما بعرف كيف بدي أقول، بس حقيقة ما بقدر أقول شيء أكثر من هيك. السيد مروان يوسف، اليوم بنعزيكم برحيل الكاتب حسن سامي يوسف، رحيل موجع أكيد، هو موجع لكل السوريين. قديش هاي المحبة الكبيرة وهذا الرثاء الكبير يلي تلقيته كان عزاء لألكم أيضا برحيله. فعلا خبر موجع للكل، خبر موجع لا يعني لأن لكل أفراد العيلة، لسوريا، لفلسطين، للوطن العربي كله، يعني خسارة كبيرة. بس يعني كمان محبة الناس، محبة الفنانين له تاريخه الطويل بالبلد، يعني الحمد لله عنده رصيد كبير كان تركه وراه. هذا عزانا يعني فعلا أنه نشوف محبة الناس الكبيرة، محبة عمالقة البلد اللي شفناها اليوم. يعني الخسارة كبيرة كتير، لأنه المكان اللي كان شاغره الله يرحمه، المكان الإبداعي، كان مكان كبير. اشتغل بالرواية، أهم سيناريوهات الأفلام السينمائية السورية الخالدة بعقولنا نحن هذا الجيل، يا أما كتابته يا أما بإشرافه. أهم المسلسلات السورية على الإطلاق بكتابته أو كتابة مشتركة مع شريكه نجيب نصير. هو عمل خط مميز بالسيناريو، خط واقعي. الوحيد يلي ما لاحق الموضة الإنتاجية خليني أقول، قال إنه أنا بدي أكتب دائما الشيء اللي بيشبهنا، وفعلا هو ما كتب إلا الشيء اللي بيشبهنا. ورح نبقى نشوف كل مسلسلاته، رح نبقى نشوفها لعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين سنة، ورح تضل بنفس الأثر ونفس القيمة الإبداعية لأنها حقيقية. الله يرحمه يا رب ويحسن مثواه، وكاتب كان كتير مهم، عمل من أهم الأعمال بالدراما السورية. خسارة للدراما، خسارة لأننا عنا بالأساس عنا مشكلة كتاب، بقى بخسارته كتير يعني زادت الفجوة اللي عنا. كنت عم أقول لزملائنا أنه أنا كنت بتمنى أقول شيء لما اشتغل شيء من أعماله، من كتابته. بدي أقول العمر إلنا والعمر لفلسطين اللي كان دائما يكتب عنه وهي عايشة جواته. توفى وما حقق جزء من أحلامه اللي هو أنه يرجع. بتمنى نحن نقدر نحقق جزء من أحلامه بعد رحيله. يعني خبرنا عن وضعه الصحي بالأيام الأخيرة، كان رحيله مفاجئ، ما سمعنا عن مرض أو عن شيء عم بيعاني منه. صحيح، هو فعلا المرض يعني اكتشفناه بمراحله الأخيرة. يعني هو كان عنده آلام بالظهر، كنا متوقعين يعني، وكل الدكاترة بتركز كانت على آلام الظهر، بس مع الأسف كان المرض الخبيث
وراء عرام الظهر يعني، فاكتشفناه جدا متأخر، وكان يعني بالأيام الأخيرة وصار يدهور بحالس بشكل سريع جدا يعني، ولحد ما توفى وما كان عارف إنه مع المرض. ما قدرنا نحكي له الخبر بسبب إنه يعني حالته أصلا حالته الصحية كانت سيئة، فما حبينا نزيد عليه بحالة نفسية، حالته النفسية تصير أسوأ وهيك. هل كان عنده وصية أخيرة؟ كان عنده أمنية من زمان يعني، وكان يقول أنا إذا متت يدفنوني فوق أخوي، فدفناه فوق أخوه.